السيد النائب عبد الهادي القصبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سيادة الرئيس، السادة النواب، الشعب، قولا واحدا: إن الاحتلال باطل، والاغتصاب باطل، والاستيطان باطل، والتهجير والتجويع باطل، وقتل الأطفال والنساء والشيوخ والمصابين باطل. والحق، الحق أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب يعاقب عليها القانون، وتتنافى مع الاتفاقيات الدولية، وتتنافى مع اتفاقيات جنيف، وتتنافى مع كل القيم الأخلاقية والإنسانية. الحق أن تلك الدولة، أن إسرائيل زرعت كنبت شيطاني في أرض عربية فلسطينية طاهرة خلقت للسلام وما رأت يوما سلاما. اسمحوا لي أن أوجه عدة رسائل. الأولى إلى كل الدول التي دعمت الاحتلال وسعت للاغتصاب حقوق الشعوب ودبرت للفوضى والخراب والدمار وهي تتشدق بحقوق الإنسان، أقول لهم: لقد سقط القناع ليكشف عن وجوهكم القبيحة التي ما عرفت يوما حقا لإنسان، ولا عرفت قيما، ولا عرفت ضميرا كي يتصدى لأطماعهم وطموحاتهم الباطلة. أقول لهم: لو أنفقتم ما أنفقتم على الحروب وعلى الفتن والغش والخداع، لو أنفقتوه على الإنسانية لامتلأت الدنيا حبا وخيرا وسلام. الرسالة الثانية إلى شعب فلسطين: أيها الشعب الشقيق القوي الأبي، اصبروا وصابروا ورابطوا، والله معكم وشعب مصر معكم. نؤيد وما النصر إلا من عند الله العزيز حكيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الرسالة الثالثة رسالة وتحية لشعب مصر الذي انتفض بالأمس وملأ كل الميادين ليؤكد للعالم كله أن 100 مليون مواطن مصري يساندون شعب فلسطين ويرفضون مخططات إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني، كما يرفضون المساس بحبة رمل واحدة من رمال وطنهم العزيز. وليعلنوا جميعا إنهم جميعا صفا واحدا خلف قيادتهم السياسية للدفاع عن وطنهم. ثم رسالة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة: سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كنت القائد الذي عبر عن إرادة الشعوب العربية الشريفة بكل عزة وبكل قوة، ونحن معك نؤيدك وندعمك، بل نفوضك في اتخاذ ما تراه مناسبا للدفاع عن حقوق شعب فلسطين وللدفاع عن أمن مصر القومي. والله معك يحفظك ويؤيدك وينصرك ويحفظ مصر ويحفظ شعبها. وبالله نعتصم ونتأيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً.